السلام عليكم اخوان متابعي قناه تربيه الدواجن. هذا هو كتاكيت خليط بين السلالات البلديه والفيومي تبارك الله ما شاء الله. نحن نشكر الكوتش العمر حوالي تقريبا شهر، الله يبارك الصحة والجميع، أكل جيد، تدفئة جيدة، الله يبارك في التدفئة. كاس الكوس تبارك الله ما شاء الله، اللون حجري، الالوان جميله ورائعه، البني والابيض قريب، الله مبارك. هذا الاخوان راه خريط او
السلالة ديال الفيوم مع الدجاج البلدي. الدجاج البلدي كدرت مع فلوس فيومي تبارك الله. تعرفوا تبارك الله فلوس فيومي معروف خاصة بالدجاج نسبة كبيرة 90% 99% تبارك الله. بديلو كامل تبارك الله يخرج 100% قليل هذا لجوج خاص راس تبارك الله ما شاء الله. الشكل الأول اللون ديالو عجبني اللهم بارك نزيد في ذلك. هذو الكتاكت الاخوان يلاه عزلتهم على انهم تحضرنا على الام ديالهم حول القرن الشر عزلتها عليهم هما راه عايشين في المكتوب في مكان خاص نشربها من هنا ونغطيهم نعيبها من هنا عندي تدفئة جيدة. هذا راه اخوان ديك من نوع الالمنيوم في يومي طيب الله مبارك. هذا وليد قرية من 15 كتكوت كنستمتع في الصيف كنشوف في هذه بغات تغير هذا المكان خاص بالدجاج الفيومي. هذا المكان خاص بالدجاج الفيومي هذا الصندوق اللي كيبيعو فيه الدجاج الفيومي وهذا مكان خاص بالفتاكيت الصغار وهذا خاص بالدجاج البلدي مع بعض 4 بطاط. الدجاج اخوان دير معاهم فلوس في اليوم. هذا المكان الاخر خاص بالكتاكيت المعزول يعني الدجاج كبار باش ما يكونوش حتى هما راه بيناتهم كاينه غير نقب هما دايرين النقابه هنا في الدجاجات كل مجموعه دايره كل مجموعه دايرين الافراد ديالهم خاصه. هذا الاخوان السيكل ممكن يكون السيكل غير ديما راه تبارك الله راه غادي يكون مزيان ممتاز.
هو الزعيم القبيلة. الزعيم جيت الخيام وبحلو بس هذا الإخوان دجاجة في يومي ذهبي. أنا الإخوان ما في إجاباتنا ولا اللقاء في حلقة قادمة في فيديو جديد. لا تنسونا بدعمكم لايك مشاركة تعليق تحفيزي وشكرا لكم من القلب. الفلوس ما برزيت هذا ودي في الفيومي تيك تصدع بزاف اللي صرت الدكور ويلي راه ما يخلاش الناس فاضحينك وفاضحين الجيران معاك. الاخوان في سبحان الله راه كان في عدة نوات هاد الفلوس هاد الفلوس هادا عندو نديرو بحال تيولو للفيومي الامين ان شاء الله راه مزيان وغادي في تحسن ونمو ممتاز. انا الاخوان كاين 18 دجاجة مع 4 ذكور في يوم